هذه ايضا احدى الفرق اللي موجوده، ما اعرف خلينا نتقرب من عندهم ونعرف اذا ممكن نسولف وياهم ولا لا. مساء الخير، شلون الصحه؟ ممكن نسولف وياكم؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، ايامكم سعيده. نقعد يمكم شويه، تعطينا مجال؟ يلا خلينا نتقرب يمكم. ايامك سعيده. ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير. فرقة شنو اسمكم؟ الفرقة شنو النوع الفن اللي تقدموه؟ احنا فرقة روح بغداد، اكثر شيء مختصين جيتارات يعني كموسيقى بس. انا عمار، انا صديق اسمه علي، يعني احنا فان. عمار شنو السبب اللي خلاك علي عفوا شنو السبب اللي خلاكم تجون هنا للمتنبي اليوم؟ اعتقد انه اتوقع مثلا، اذا تخليني اتوقع واخمن، تريدون تشاركون الناس افراحهم، تريدون توصلون ايضا فرحة للناس عن طريق هذا الفن. هذا شيء اكيد ومنتهي من يمه، ونوجه احنا تحياتنا وسلامنا لكادركم وقناتكم ان شاء الله. تدورف لك، احنا من رواد هذا الشارع، يوميا نتواجد هنا، يوميا نحب نرسم البسمة من خلال الموسيقى للناس وكل الموجودين. احنا اليوم تواجدنا لاجل نالف الموسيقى وننطي نوصل الموسيقى للعالم، هي لغة العالم. سمعت منك البسمة، انه توصلون للناس البسمة عن طريق الموسيقى. فرقتنا اسمها عن طريق موسيقتنا، لان موسيقتنا شوية خاصة، يعني لا هي شرقي لا هي غربي، يعني ما نعزف انه اغاني او مثلا الاغاني الدارجة حاليا ترند، نالف الموسيقى الخاصة بينا وننزلها والعالم عجبتها. اها، يعني ما تكسبون يعني اقبال الناس عن طريق الاشياء اللي هي تكون ترند؟ لا لا، احنا شيء خاص بيك، خاص بينا، هو الجمهور يجي علينا. زين، شوقتونا، نقدر نسمع شيء؟ اكيد. يلا نتعلمكم شوي لو تمام هنا راحتك. يلا خلينا نسمع منكم شوي. رحلتنا المقطوعة اسمها رحلتنا، تأليفنا. شتيتكم؟ هذه هواية لو دراسة لو شنو؟ يعني احنا تقريبا هواية هي اكثر شيء، بس نحاول نجمع بين الاثنين. زين، عندكم هدف انه انتم تروحون تدرسون موسيقى؟ اكيد اكيد، ندرس كفنون، يعني ندرسها كشيء اكاديمي اكثر، انه يكون مو بس عزف، يعني هذا طموحنا ان شاء الله. شكرا لكم، سعيد اني كنت متواجد وياكم. انا لا اسعد. شكرا لكم.